مرحبا بكم. الدهون هي عنصر غذائي أساسي، وظيفتها الضرورية بخلاف أنها تخزن طاقة في الدم، أنها تحمي الأعضاء الداخلية وتوازن الهرمونات وتزيد المفاصل. غير هذا مهمة باش تنقل بعض الفيتامينات كما فيتامين أ و دي و ك، وزادة تحافظ على حرارة الجسم وصحة الشعر والجلد. فما ثلاثة أنواع تاع الدهون: دهون مشبعة، دهون متحولة، ودهون غير مشبعة. الدهون المشبعة هي اللي تنجم تكون ضارة إذا كان زادت على الكمية المحددة، خاطر تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الخايب الـ LDL اللي بدوره يسبب أمراض القلب وتصلب الشرايين. موجودة في جميع مشتقات الألبان واللحوم الحمراء، زيت النخيل وجلد الدجاج وغيرهم. الدهون المتحولة والمهدرجة هي اللي تكون صناعية، وهذه أكثر نوع مضر من الدهون، بسبب السمنة اضطرابات في الجهاز الهضمي وأمراض القلب، موجود في الماكلة المعلبة، الكيك والماكلة المقلية. الدهون الغير مشبعة هي الدهون الصحية اللي تساعد على صحة القلب والشرايين وإنتاج الكوليسترول الباهي HDL، تنقسم إلى زوج مجموعات: دهون غير مشبعة أحادية موجودة في زيت الزيتون الفاكهة والأفوكادو، دهون غير مشبعة متعددة موجودة في زراعة الكتان التمر والسردين. الكمية المصح بها للدهون في النهار تكون بين 20-35% من مجموعة احتياجاتك اليومية للكالوريات. نقص الدهون في التغذية يسبب التهابات واضطرابات في مستوى الهرمونات، الشعور بالبرد والجفاف. كان معكم رامي تابوبي من ناتي جينيريشن، ملتقانا في الفيديو الجاي. في أمان الله.